لو قدر ليا الموت في حلبة السباق أتمنى أموت بسرعة، ما أقضيش حياتي على كرسي متحرك أو نص ميت في المستشفى. ده كان كلام آيرتون سينا، وده اللي حصل. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكتر ثنائي رياضي تنافسي في الألفية الجديدة. تخيل لو كانوا بيلعبوا في فريق واحد، مين فيهم هيبقى الهداف؟ مين فيهم هيكسب البالوندور؟ ومين فيهم هيبقى كابتن الفريق؟ في أوائل التسعينيات وفي سباقات الفورمولا بعيداً عن الكورة، كان في قصة تانية لعداء رياضي محتدم بين آيرتون سينا وألين بروست. الفكرة مش بس في سرعة العربية، مش بس المخاطرة في الاعتماد على السرعة في الملفات الخطرة، الفكرة في الذكاء اللي يخليك تحسب ازاي تخاطر بالسرعة. وفي الذكاء وفي السرعة آيرتون سينا كان البرنس، غير طبعا انه زيه زي اي برازيلي هو بيشتغل وانت بتحس انه بيرقص. سباق ورا التاني، تراك بيخلص وبيشهد نجاح جديد لسينا من الهواية لعربيات لوتس لحد ما وصل لمكلارين، الشركة اللي فيها بطل العالم ألين بروست. الغيرة والتنافسية ظهرت هنا. بروست حاسس ان الشركة شايفة في سينا بطل العالم الجديد، بتقوله انت بتشطب، والسينا داخل وهو واثق ان العربية اللي هتعدي خط النهاية قبل اي حد تاني هي عربيته، خارج منها علم البرازيل. وفي الجولة النهائية لبطولة العالم حصلت المفاجأة. المفروض واحد يسبق والتاني يفتح لزميله الطريق بانه يقفل على العربيات المنافسة، لكن اللي حصل إن آيرتون سينا وبروست اصطدموا ببعض. سينا شاف إن اصطدام بروست فيه ما كانش صدفة، لكنه كان قاصد يخرجه من السباق ويكسب هو بطولة العالم. هنا سينا رفض المهندسين يصلحوا عربيته وخلاهم يزقوه عشان يكمل ويوصل لخط النهاية الأول، وبقى بطل العالم فعلا. لكن المشكلة ما انتهتش هنا. بروست اشتكى سينا لاتحاد اللعبة لأنه كمل السباق من غير صيانة، وده ضد القانون. عشان آيرتون سينا يتوقف 6 شهور ويتسحب منه لقب العالم ويتحول لبروست. رجع سينا من الإيقاف ويسيب مكلارين وينتقل لفيراري ويكون منافس حقيقي لألين بروست. في السنة التالية اتبدل الحال، ألين بروست متقدم قبل الجولة النهائية ويكفي إنهاء السباق علشان يكون بطل العالم تاني، وهوب اصطدام جديد بين سيارة اللاعبين والاتنين بيخرجوا من السباق. خروج كان كافي لسينا عشان يكون بطل العالم ويصرح بعدها أيوه تعمدت الاصطدام بألين بروست انتقاما من نفس تصرفه السنة اللي فاتت. وفي الحقيقة سباق سينا وبروست كان فصل من فصول قصة أسطورية برازيلية عظيمة، بداية قصة سينا في الثمانينيات، أسوأ فترات البرازيل حتى كرويا. آخر لقب كاس عالم كان 1970، وحتى منتخب الطايرة كان لسه ما بقاش بنفس قوة دلوقتي. وفي وسط الفشل المتكرر ظهر نموذج ناجح، آيرتون سينا بطل العالم 3 مرات في 4 سنين، إنجاز خلاه رمز رياضي في البرازيل، رمز صعد مع تحدي عظيم مع منافسيه وزملائه كمان. عشان كده لما جت اللحظة الأهم، سباق في البرازيل بيت سينا، آلاف البرازيليين خرجوا يشجعوا نجمهم آيرتون سينا ويهتفوا ضد ألين بروست. أمطار غزيرة وسيول، السباق ممكن يتوقف، لكن آيرتون سينا من جديد بيرفض أي حاجة تعطله عن المركز الأول. كمل سينا السباق تحت الأمطار وحقق اللقب. ولما جم يخرجوه من السيارة ما كانش فاضل جزء سليم في جسمه، حتى كاس البطولة وعلم البرازيل كانوا حمل تقيل على أكتافه المنهكة بسبب أجواء السباق. اعتزل ألين بروست سباقات الفورمولا، لكن الساحة ما فضيتش لآيرتون سينا، لأن في نفس توقيت نهاية ألين بروست كان مايكل شوماخر بيكتب بدايته الحقيقية مع الفورمولا 1، منافسة جديدة احتاجت خطوة جديدة من آيرتون سينا. والخطوة الجديدة كانت الانتقال لفريق ويليامز سنة 1994. سيارات السباق الجديدة بقت مختلفة، سيارات متطورة جداً
والكمبيوتر بقى بيتحكم فيها بالكامل، لكن في المقابل توازنها بقى أقل كتير، وده اللي حذر منه سينا. آيرتون سينا بدأ يجهز رولاند راتزنبرجر عشان يبقى خلفته في السباق، وراتزنبرجر هيكون منافس في الموسم الحالي. لكن قدر راتزنبرجر صديق سينا كان الوفاة في التصفيات الأولية للسباق بسبب حادث مروع. الحزن عم الأجواء كلها، لكن الرعاة يهمهم فلوتهم، وعشان كده السباق لازم يكمل. آيرتون سينا خاطر بحياته قبل كده فعلا، بس كل شخص مغامر بيكون عارف حدود مغامرته، لأن المغامرة مش انتحار. رفض دخول السباق، لكن فريق ويليامز أقنعه يلعب. السباق آمن، وقلقك جاي من الحزن على صديقك فقط. تلت ساعة بالظبط وسينا اتعرض لحادث كبير، حادث كلفه حياته المرة دي. وفاة آيرتون سينا كتبت نهاية مسيرته، بس كانت بداية لمسيرة آمنة للكتير. أخو سينا تولى ملف ضمان سلامة متسابقي السيارات، وبسببه اختفت حالات الوفاة في سباقات الفورمولا 1 لحد سنة 2015. وقبل وفاته بشهرين أسس سينا منظمة كانت سبب في تعليم 26 مليون طفل برازيلي. سينا تحول لرمز، وحكايته لمصدر إلهام لكل البرازيليين اللي تسلحوا بيها في رحلتهم لأمريكا سنة 94 عشان يحصدوا لقب كأس العالم بعد غياب 24 سنة. في البرازيل فقر، جوع، وقليل من السعادة. الآن فقدنا تلك السعادة. ده كان كلام سيدة برازيلية في وداع آيرتون سينا.